بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن آلية عمل الفيروس. ليس لدى الفيروس أي سلاح، كما لديه شريط من المعلومات فقط. إذن المعركة هي حرب معلومات، وهذه هي فكرة العلاج بالقرآن، لأن القرآن يحوي المعلومات المضادة لأي خلل تعرض له الخلية الصحيحة في جسم الإنسان. والله أعلم.